اتزوج على مود متابعه والسوشيال ميديا وكل ساعه اطلع رجلي واكفخ بي وهينا قدام العالم. فلوسي مال اعلانات مال حرام. حكاية ناقصه زايده محاكم بيناتنا. حب احكي لكم بموضوع كان لازم احكي لكم بيه، بس اني تعودت انه احكي من اني احس نفسي لازم احكي، اسكت لازم من لازم اسكت. فهذا صار الموضوع كلش خارج عن حده، فكلش احب اقول لكم اني لا مرتبطه عاطفيا ولا مرتبطه زواج ولا مخطوبه، هاي صار الف مره اقولها. الشغلات اللي صارت كلها كانت شقه بيناتنا اصدقاء، والموضوع انقلب جد واولوا بعض الناس اللي مع الاسف اختلطت بيهم بالفتره الاخيره هم من اصحاب السوشيال ميديا، فسببوا لي قالوا قيلوا قلت، واني كلش جوي بعيد عن القال وقيل وقلت، انسانه كلش احب الحياه وشغلي عندي نمبر 1، وتشوفوني اطلع من الصبح لليل لو يا والدتي لو دا اشتغل اكو شيء خلف الكواليس دا اكمله ان شاء الله من يكمل انشره لكم، هواي دا اتعب على حياتي. حبيت اقول لكم اني لا مرتبطه عاطفي، اني لا مخطوبه ولا متزوجه، هاي دا احكيها ما دا اكتبها حتى خاف الكتابه ما دا تنتبهولها، بالحكي تنتبهون. لا زوجة حاليا ولا مخطوبة ولا عندي علاقة حب ولا عندي بوي فريند، ومن يصير عندي بوي فريند او علاقة حب راح اطلع اقولكم اني والله مو سنجل، اني دا ارتبط ترى، لا ما اخاف من اي احد، وهاي حياتي الشخصية، بس ما عندي كلش فرحانة لهيج وضع، كلش فرحان. يعني اذا اتزوج ما اتزوج على مود متابعه والسوشيال ميديا وكل ساعه اطلع رجلي واكفخ بي وهينا قدام العالم او اطلع 24 ساعه حتى اشتهر براسه. يعني اذا اتزوج حابه استقر اخلف اكون لي عائله، بصراحه نحكي كخوات اوكي، والاغلاط ما عيدها اني جيهان مره واحده اغلط، مو مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. فاذا اتزوج لنفسي طبعا راح اخليكم بصوره، لان انتم اهلي ومتابعيني وحقكم عندي وحقي عليكم. ف انا اذا اتزوج لنفسي، تفهمون هالمره انا حابه اكون عائله لنفسي، ما اطلع رجلي، يمكن اطلعه مجرد بكم ترى هذا رجلي، لو هذا خطيبي هيكي مال كل يوم اطلعه واكفخ به، لا 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 اني لا سوري ما ادور مشاهده، لان اني شغلي واسمي براند، شغلي هو العلاني، وما شاء الله دائما ايفنتاتي يعني قويه وشغلي الحمد لله والشكر ماشي، فما محتاجه اجيب رجال اطش بيه. وما اعرف اكتشفت شغله انه اختلاطي قد ما يكون قليل اللي بالساحه هلا معجبين يكون افضل لي، لان انا كلش اكره القال والقيل واللي بوجهين، فابعد عن الشر اغني له. كل هذا اللي ردت اقوله لكم، بعد انتم براحتكم تريدون تظلون تكتبون بالبيجات بالجروبات اجا فلان، اربيل مال كل متاحه للكل، انا ما لي علاقه احد يجي احد يروح، انا بنيه من الصبح لليل بالمعامل واشتغل عماله. راح اضحكون على هاي الحكايه بس بعدين راح اذكركم بيها، من قلت لكم انه انا من الصبح لليل دا اشتغل عماله واشتغل، عندي شغل، اني عندي شغل عندي مستقبل، فما لي علاقه اني بحد، ورجاء لا تنسبون اسم احد علي ولا تنسبوني على احد، كل واحد وحياته، اني ما لي علاقه بحد، انا انسانه ما مرتبطه، لان احبكم حبيت اوضح لكم هذا الشيء، اني ما مرتبطه. وهماتين بعض الناس ابتعدوا عني، شلون اجيب بيف باف ارش حتى تبتعدون عن القال والقيل؟ انتم جروبات مع بعضيكم، عندكم مشاوير وشغل خاص بيكم، انا بنيه تعبانه اشتغل من الصبح لليل والحمد لله، وشغل شكر، اني ام اعلانات، اني ام اعلانات، فلوسي مال اعلانات مال حرام، اني اتعب واجيب عقد واشتغل فرحانه، والتاجر فرحان والناس مستفاده، اني ما اطلع اموال خاصه من بعض المصادر. فانتو كمجموعه اختلطت بيكم بنهايه هذا الشهر، كلش ندمانه، جبتولي سمعه تعبانه وجبتولي قال
وقيلوا مشاكل، فلموا جوالاتكم وعوفوا جيهان. ترى جيهان تعرف تسوي اشياء، ترى جيهان عندها لسان، بس انا برستيجي عالي. برستيجي غير، برستيجي عالي، الناس تعرفني وين ما اروح يحلفون براسي، اهلي ناس محترمين، اهلي ناس معروفين. اني وين ما تروحون اسالوا عني، انسانة اتعب اشتغل راضية، الله وراضية امي واهلي راضين عني. فمو تجون انتوا هسه قاعدين تسووا لي خبصة مشاكل وقالوا قيلوا جروبات وتالي الليل. عفوني بحالي، اني مو من جوكم ولا انتوا من ثوبي. وحكاية بعد ناقصة زايدة محاكم بيناتنا، حكاية ناقصة زايدة محاكم بيناتنا وتتأذون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي. هاي اخر مرة ألمح واحكي، والناس المقصودة يعرفون من هم، كل الزين يعرفون نفسهم. باي باي. يا مساء الخير. يا مساء النور. هاي جايز. هاي جايز. شهودة نورتي أرجيل. مالها طبعا. واليوم تخيلوا كلش تعبانه، اسم الله عليكم، بطني مأذيتني بس مستحيل قلت ما اشوف هذا القمر. حياتي قرباني بم بس اقوب ما ناسا كم امر بوج نا اخوانا كاد ظلمه تيتم بس ما توانا مقصاب كم خي على كيف تشوف هاي مار والله بس شوي مار طنحيل كلش رطب حياتي تجنن بالحقيقه كيوت وميني تجنن والله العظيم بعد ثاني عرفت من الرجاء هي قدوتها بالحقيقه والبطن. لا هي قدوتها بالحقيقه والله. طبعا كانت طبعا اجلت الحفله مال بيبي شاور. والله كانت عندي حفله مال بيبي شاور اجلتها لانه مستحيل قلت يعني البيبي مالتي من هي الهله من يسوي لي. يا صباح الخير. يا صباح النور. راح نرتاح هذا ضروري. اي رتح ما راح نرتاح. حياتي نورتي جدول وجهك حبيبتي انت. كلش سعيده اليوم شفتها والله فرح حتى لم بطني راح. حياتي قول وجهك شهد لهونه لبست من عندك يعني حتزوج طويل طويل بعد بعد حتزوج ورا الله ورايا يا رب واحلى نصيب لي قلبك يا رب يا رب امين يا رب امين يا رب على طبعا كلش تونست ويا شهوده والله لو بيدي اقعد للصبح ادمره من تطلع الشمس. كلش تونست وياه كلش ادميه وحبابه. وعدكم فهد يعني ورده مال الله اخ عزيز يعني وشون محاوطها ما شاء الله الله يبعد عنهم العين. وصدق حبهم حقيقي يعني من يتغزلون ببعض لا بتشي بتشي كلش كيوت. نهاية الفيديو لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة. تحياتي لكم من قناتنا الدوس على اليوتيوب.